السلام عليكم. وصلنا للمحاضرة رقم 4، هي Traffic Stream Characteristic. بالـ Traffic Stream Characteristic أخذنا الـ Type of Facilities، وقلنا بأن الـ Facilities تنقسم إلى 2 Types: Uninterrupted Flow والـ Interrupted Flow. وقلنا الـ Uninterrupted Flow يعني ما عندنا أي شيء يعيق الحركة المرورية، والـ Interrupted Flow لا عندنا أكو أشياء ممكن تعيق الحركة المرورية، مثل Stop، مثل الترافيك سيجنال، مثل علامات الستوب، مثل انترسكشن، مثل الباركينج او اللاند اكسس اوبريشن. او قلنا يوجد فرق كبير بينهن، وكل ما كان والانتربت تعتبر اكثر تعقيد بالتصاميم. وحكينا على ترافيك ستريم باراميترز، وقلنا بالترافيك ستريم باراميترز تنقسم الى قسمين، هي الماكروسكوبيك والميكروسكوبيك. الماكروسكوبيك فوليوم وسبيد ودنسيتي، والميكروسكوبيك هي تكون سبيد للانديفيدوال فيكلز هيد واي وسبيسينج. واخذنا الفوليوم والريت اوف فلو، واخذنا شلون نحسب الديلي فوليوم، واخذنا تعريف الافريج انوال ديلي ترافيك، الافريج انوال ويك ديلي ترافيك، والافريج ديلي ترافيك، والافريج ويك داي ترافيك، وتعريف كل وحدة منهن. وصلنا لحد شلون نحسبهن، شلون اطلع الافريج ويك داي ترافيك، والافريج ديلي ترافيك، والافريج انوال ديلي ترافيك، والافريج انوال ويك داي ترافيك بهذا المثال اللي هو امامكم. وقلنا اكو في شيء اسمه الديلي فوليوم، اكو في شيء اسمه الاورلي فوليوم. نجي نحسب الحجوم المرورية على طول اليوم، نلقى اعلى ساعة هي البيك اور فاكتور اللي يتجمع بها، اللي تكون بها اعلى حجوم مروريه خلال اليوم. ومثل ما اخذنا البيك اور فاكتور، كذلك راح ناخذ ال سب اورلي فوليوم. احنا قلنا احنا ما نحسب لكل ساعه، نحسب لكل ربع ساعه هي سب اورلي فوليوم والريت اوف فلو. اخذنا مثال عليها، قلنا اذا عندنا عندنا ساعة تبدي من 5 للـ 6، تتقسم 4 ربع ساعات من 5 للـ 5 وربع، 5 وربع 5 ونص، 5 ونص 5 و45، 5 و45 للـ 6. طبعا حسبنا الحجوم المرورية اللي دا تمر، اول ربع ساعة مرت 1000، ثاني ربع ساعة مرت 1100، ثالث ربع ساعة مرت 1200، ورابع ربع ساعة مرت 900. جمعنا الحجوم المرورية طلعت 4200، وطلعنا rate of flow عن طريق تقسيم الحجم المروري تقسيم 0.25، طلع لي rate of flow. وقارنا على راح نصمم على اي جزء، على اي جزء راح نصمم. وقلنا بان احنا راح نصمم على اعلى ربع ساعة مذني الاربع ربع ساعات. وطلعنا في الشيء اسمه البيك اور فاكتور. البيك اور فاكتور هو عبارة عن الحجم الكلي على 4 في اعلى حجم خلال 4 ربع ساعات، او الحجم الكلي في الماكسيموم ريت اوف فلو، اعلى وحدة من الريت اوف فلو. طبقنا فد مثال بسيط عليه، وقلنا بان البيك اور فاكتور شو وقت يصير 1، وشو وقت يصير 0.25، وان الرينج الطبيعي مالته من 0.7 ل 0.98. واستخدمنا البيك اور فاكتور والحجم المروري، طلعنا الريت اوف فلو بهذا القانون. وصلنا لحد في شيء اسمه سبيد وترافل تايم، وقلنا بان السرعه هي عباره عن مسافه على الزمن. وحسبنا في شيء اسمه التايم مين سبيد والسبيس مين سبيد، وشلون استخرجنا القوانين مالتهن، ومنين منين جت اشتقاقاتهن. واخذنا فد مثال عليهن، قلنا بانه اذا وقفنا بالشارع حددنا 1000 فوت، وبدينا نحسب الزمن لسيارة سيارة كل ما تجي وتقطع الالف فوت هذه. اول سيارة قطعت الالف فوت ب18 سكن، ثاني سيارة ب20 سكن، ثالث سيارة ب22، 19 20 20. راح اطلع التوتال للدستنس والتوتال للتايم، واطلع المعدل للديستنس ومعدل للتايم، واطلع سبيد اللي هو عبارة عن مسافة تقسيم زمن، اطلع سرعة مجموع السرعة وكذلك معدل السرعة. السبيس مين التايم مين سبيد هو عبارة عن معدل السرعة اللي 50.6. اما السبيس مين سبيد فهو عبارة عن معدل المسافة على معدل الزمن، يطلع لي 50.4 فوت بالسكند. كذلك اخذنا هذا المثال نفسه تطبيق بتجربة العملية رقم 2.
اخذنا في شيء اسمه الدنسيتي والاوكيوبنسي، وقلنا كلش صعب نحسب الدنسيتي، وذلك نستخدمها عن طريق نستخرجها عن طريق حساب الاوكيوبنسي. وسوينا في المثال البسيط عليه اخذنا، واخذنا السبيسنج والهيدوي، واستخدمنا الافريج هيدوي باستخراج الريت اوف فلو، وقلنا بأن قارنا بين الميكروسكوبك والميكروسكوبك باراميتر وحسابهن، وهي هن تعتبر اكثر دقة. واستخدم وبعدين سوينا فت قانون يربط الريت اوف فلو بالدنسيتي والسبيد، وسوينا اخر شيء اخذنا فت علاقة تقارن ما بين الريت اوف فلو والسبيد والدنسيتي، وشلون وحدة ممكن تأثر على الثانية. مثل ما تلاحظون بالفيجر 5-4، فيجر كلش مهم يربط بين السبيد والفلو والدنسيتي، وشون مع زيادة مثلا هذا أول واحد قلنا مع زيادة الدنسيتي راح يقلل الفلو لحد ما توصل، راح يزداد الفلو إلى أن توصل لنقطة معينة هي الكريتيكال دنسيتي، وراها راح تبدي يقلل الفلو يقل إلى أن توصل إلى مرحلة الجام، مرحلة الازدحام أو الاختناق المروري. وقارنا بين جينا وقارنا بين وحدة وحدة من ذني الشارتات. وشكراً.